نحن نتواجد هنا في برج باريريش من أجل انطلاق دورة فيفري 2023 التي تميزت بتوفر أكثر من 313 ألف مقعد بيداغوجي، خصص منها ما يقارب 82 ألف لمنتسبي جهاز البطالة. أيضا وفرت مناصب وتخصصات تخص المرأة الماكثة في البيت، نزلاء المؤسسات العقابية، وكذا فئات ذوي الهمم، إضافة إلى 212 ألف متربص ومتمهن المستمرين في التكوين، أي إجمالي تقريبا 500 ألف متكون ومتمهن. هذه الدورة شهدت فتح تخصصات جديدة، كانت استجابة سريعة من طرف قطاع التكوين والتعليم الميانيين لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في جونفير 2023، يتعلق بمهن المياه والبحر والبيئة، بحيث تم فتح تخصصات جديدة على مستوى الولايات الساحلية تتعلق بتحلية مياه البحار. هنالك أيضا توسيع لاختصاص تقني سامي في الإنتاج الصيدلاني ليمس ولايات قسنطينة، نمدية، عنابة ووهران، بعدما اقتصر في دورة أكتوبر 2022 على ولاية الجزائر. هنالك أيضا تخصصات جديدة وتتمثل في إدماج التربية السمكية مع الفلاحة حتى يتحصل الفلاحين على منتوج فلاحي بيو طبيعي ذو جودة عالية باستعمال فضلات الأسماك.